خبر انتشر منذ قليل ان عبد الرحمن البنوبي لاعب نادي زد، لاعب ممتاز جدا، وقع للنادي الاهلي ووقع في الموسم ب 7 مليون جنيه. الخبر لا اساس له من الصحه. هنا تعودوا مننا انه الخبر وصحته في ساعتها عشان ما يبقاش فيه كلام كتير ورغي كتير. خبر انضمام البنوبي او توقيعه للنادي الاهلي خبر لا صحه له على الاطلاق.